ما اكتفاش بالمطاعم والسوبر ماركت والشركات العقارية، وافتتح معرض عربيات ريتو أوتو صالون في أفخم وأندر العربيات اللي بملايين الدولارات زي عربية الرئيس السادات، وحضر الافتتاح كل مشاهير الفن والمجتمع ورجال الأعمال، وكان على مستوى عالي جدا. ومحمد ثروت اشترى عربية لمراته ومفاجأة عن بنت حسام حسن. تعالوا نشوف لقطات من افتتاح معرض أحمد الباز صاحب مطاعم الكباب. ايه اللي حصل في الافتتاح وايه سر افتتاحه لمعرض سيارات؟ ساعات اللي فاتت كان في احتفال من اقوى الاحتفالات اللي حصلت في مصر الفترة الاخيرة، وهو افتتاح معرض رجل الاعمال احمد الباز صاحب مطاعم الكبابجي، ونشر فيديو على حساب المعرض على تيك توك وظهر مكانه جنب قصر الكبابجي، وبيقال انه في مدينتي. الافتتاح كان راقي جدا، والديكور بالورد بسيط ورقيق جدا، واعتمدوا على العربيات لوحدها كديكور من فخامتها، واكتفوا بالموسيقى الهادية والعزف على كمان والبيانو لأنها في الأول والآخر مش حفلة، وكمان علشان تكون لايقة على الشخصيات التقيلة اللي حضرت ورجال الأعمال والفنانين. فكانوا عاملين ترابيزات وبيقدموا أكل خفيف كده زي شاورما ومقبلات وعصاير. المعرض على مساحة واسعة جدا ومن كذا دور، والعربيات ملهاش آخر، ومن فخامتها الكل كان منبهر بيهم، خاصة إن الباز وشريكه أبو شادي خدوا المعازيم جولة في المعرض وفر رجوهم على العربيات وبقوا يفتحوها ويركبوها ويقولوا رأيهم كأنهم بيشتروا، وحصل فعلا. الفنان محمد ثروت كان معاه مراته، ويظهروا هم بيتفرجوا على العربيات من أفخم العربيات في المعرض، وبياخدوا ويدوا مع الباز وبيعرفوا التفاصيل والإمكانيات، واشتراها ثروت ليها هدية. أما الكابتن طيار عصام إبراهيم العرجاني حضر بالزي السناوي، وهو ماشي في المعرض لقى عربية زي بتاعته بالظبط اللي مفيش منها في مصر، فقال للباز لا كده أنا زعل، وبقوا يضحكوا ويهزروا. ومن الحضور كمان كان المعلم صبري نخنوخ وابنه، والفنان محمد نور، والمطرب محمد عدوية وابنه، ورجل الأعمال عبد الله سلام، والفنان هاني رمزي وعماد زيادة، وكمان ظهرت يارا بنت حسام حسن وخطيبها. معرض ريتسو أوتو صالون فيه كل ماركات العربيات الفخمة زي الألماني والأمريكي والإسباني والإيطالي، والحلوة عندهم خدمة تفصيل العربيات، يعني الموديل اللي تحبه بالشكل اللي تحبه، ويبقى انت الوحيد اللي عندك العربية دي، هما بيعملوا كده وتختار بقى كل حاجة فيها. هما شايفين انهم مميزين في عربياتهم عن اي معرض سيارات تاني، وبيقدموا للعميل المصري بما انه هيدفع مبلغ كبير فلازم تكون العربية بمواصفات وامكانيات كبيرة، فهم عربياتهم كلها كاملة مش زي بعض المعارض بيجيبوا العربيات وتكون ناقصة حاجة. العملاء بتوعهم من فئة معينة وبيستهدفوا مستوى معين، فلازم يكونوا مميزين عندهم. أبو شادي قال إن خدمة ما بعد البيع عندهم بتبدأ من أول ما يتفق على العربية والترخيص والحماية والتأمين، وحتى بعد الاستلام والصيانة كمان. بعد كده اسم المعرض مميز وبعيد عن الأسماء التقليدية، ولكن اختاروه من حبهم في فندق ريتس كارلتون، وكمان بيرمز للرفاهية وتميز. مش هيكتفوا بفرع مدينتي ده، لكن الفترة اللي جاية ناويين يفتحوا أكتر من فرع في الشيخ زايد واسكندرية، وكمان في الإمارات والسعودية. أبو شادي مغرم بالعربيات من زمان واخدها أبا عن جد، لكن الباز ملهوش في العربيات، ولكن قال إحنا شركاء في كل حاجة وقرفتنا حلوة على بعض، علشان كده دخلوا شراكة في معرض العربيات. أحمد الباز أول عربية اشتراها كانت بي إم دبليو، ورغم إنه كان متخصص في المطاعم والسوبر ماركت، ولكن هو كمان عنده شركة عقارات وتطوير وله 4 فروع في مصر، وشايف انه مستثمر ولازم يستثمر فلوسه في اكتر من حاجة ويكون عنده مجموعة. رأيكوا ايه في مشاريع احمد الباز وصديقه ابو شادي؟ وهل متوقعين ان مشروع معرض العربيات هينجح زي مطاعم قصر الكبابجي؟ شاركونا في التعليقات.